جولتنا النهاردة بنشاط سيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. استقبل أمس اللاعبين واللاعبات والأطقم التدريبية المتوجة بميداليات خلال دورة الألعاب البارالمبية الأخيرة في طوكيو 2020. السيد الرئيس منح الأوسمة الرياضية للأبطال والمدربين وأشاد بما حققه الأبطال والأجهزة الفنية من إنجازات ساهمت في رفع اسم مصر عاليا وتعزيز المكانة الخاصة بمصر في المحافل الرياضية العالمية، وأكد أن هم كانوا على قدر عالي من المسؤولية الوطنية ونالوا احترام وتقدير الشعب المصري كله، وقدموا القدوة والمثل الأعلى للشباب في بلوغ الطموحات. أكد كمان الرئيس عبد الفتاح السيسي أن أبطال مصر البارالمبيين أثبتوا أن الإرادة القوية والعزيمة الصلبة قادرة على قهر الصعاب لتحقيق الإنجاز وبلوغ الأهداف المنشودة. أستاذ محمود، دايما بنلاقي الرئيس حريص أن هو يقابل الأبطال الرياضيين اللي حصلوا على يعني أوسمة أو حققوا بطولات في يعني في الألعاب الفردية والجماعية. شايف الاهتمام بالرياضة إزاي في مصر دلوقتي مع وجود رئيس بيكرم كل يوم تقريبا، يعني مع كل محفل دولي رياضي تلاقيه موجود مع الرياضيين؟ هو بداية طبعا الرئيس نقل الرياضة من أنها يعني مجرد نشاط إلى أنها جزء من السلوك فيه هو شخصيا، باعتباره طبعا هو يعني كبير العائلة المصرية، فعطى النموذج ده من أول ما جه. ركوب الدراجة، العجلة يعني البسكليتة، أو المشي أو المشاركة في الماراثون أو غيره، فجعل المسألة سلوك يومي. هو بالفعل يعني خلينا نتكلم بصراحة، صحيا ونفسيا وحتى عمليا الرياضة مش المفروض احنا ناخدها رفاهية، مش المفروض ناخدها انها نشاط جانبي، بالعكس هي جزء مؤثر جدا في الحياة ويجب ان تكون جزء من سلوك يومي. مش بالضرورة ان احنا نروح اماكن يعني خلاص مثلا جيم او نادي او لا، المشي مثلا، ركوب الدراجة، الرياضات البسيطة جدا اللي هي ممكن ان تمارس في الشارع دي هتفرق كتير جدا في الصحة، وده ارتبط بالاهتمام نفسه بالصحة. يعني هو لما يكون الإنسان رياضي بالتأكيد هينعكس ده على صحته، وده جزء تاني من الاهتمام بصحة المصريين. الكائن المصري الصحيح الذي يمكن أن يكون قيمة مضافة في الإنتاج، قيمة مضافة في العمل، قيمة مضافة للوطن بشكل عام. الاهتمام بقى بالرياضة كرياضة تخصيصا هي بدأ يعني تنظيميا كمان، حرص الرئيس السيسي على صدور قانون الرياضة، لأن زي ما نعرف طبعا الناس المهتمة بالرياضة مش من ضمنهم أنا يعني كرياضة، إنما بمارس الرياضة بشكل يومي، إنما المهتمة بالشأن الرياضي يعرفوا جدا إن في حاجة اسمها دولة الرياضة في العالم، يعني الرياضة دي كده دولة داخل الدولة في كل دول العالم. فرئيس الحقيقة كان حريص جدا على صدور قرار يجعل من مصر تمارس هذا الاهتمام بالشأن الرياضي، ولكن دون الدخول في مشاكل أو خلافات مع المؤسسات الرياضية الدولية، لأن دي لها كده إيه سكة بتبقى فيها مشاكل كتيرة جدا، لأنهم بيعتبروا نفسهم جزء مستقل جدا عن حتى أي قوانين في الدولة. بدأ ايضا الرئيس عبد الفتاح السيسي في تكريم الابطال، ليس فقط يشوف هذه المره ايضا، يعني هو كل يوم يضيف جديد في الاهتمام بالرياضه. مساله اطلاق او الوعد باطلاق اسماء الابطال اللي حصلوا على ميداليات وحققوا انجازات رياضيه على مشروعات قوميه يتم انشائها، مثل طرق، مثل كباري، مثل انفاق، مثل كذا، هذا تكريم كبير جدا، لان المساله لا تتوقف عند التكريم اللحظي، منح ميدالية أو مقابلة الرئيس في حد ذاتها أو لا، إنما ده هيبقى تكريم على مدى الحياة. لا بس كمان الحقيقة الرئيس يعني نقل الاهتمام من التركيز على كرة القدم بس اللي هي يعني دي اللعبة الأساسية طبعا اللي موجودة، لكن نقل الاهتمام لألعاب فردية، يعني الاهتمام بالكاراتيه، الاهتمام بالجودو، الاهتمام بكرة الطايرة. احنا دلوقتي فريق اليد عندنا بقينا يعني بقى في رياضات أخرى بتنال اهتمام كبير بعد ما كان الأبطال دول بيشتكوا إن مفيش. بالفعل كانت الشكوى مرة إنه لا يحظى بالاهتمام إلا لاعب كرة القدم، الآن ألعاب فردية يحظى بكل هذا التكريم. حقيقة دي نقلة نوعية كبيرة جدا في الاهتمام به. احنا كمان عندنا إنشاء المدينة الرياضية في مدينة العاصمة الإدارية الجديدة وتطوير المنشآت الرياضية اللي كانت، روحوا شوفوا دلوقتي مركز شباب الجزيرة وغيره، مراكز الشباب في مجموعة من المدن البعيدة التي لم تكن تطلها يد. الحقيقة شيء مبهر وأنا شفت ده بعيني حقيقة. يعني أنت دلوقتي لما تيجي تلاقي مركز شباب ربما
يتجاوز بعض الأندية في المنشآت وفي الاهتمام وفي النظام وفي النظافة، هذا شيء غير مسبوق في مصر. شايف الأندية الرياضية ان هي في حاجة اكتر برضو انها تهتم بفكرة الألعاب الفردية؟ احنا كل نادي بيبقى مركز قوي على فريق كرة القدم، لكن احنا محتاجين الأندية دي تطلع كمان ابطال في الألعاب الفردية يقدروا يتضموا لبطولات عالمية. يعني الحقيقة يعني النهج اللي بيسنه الرئيس الفتاح السيسي في الاهتمام بكل اوجه الرياضة، وهو حتى نفسه يعني لما رئيس الجمهورية يقول انا كنت لاعب كاراتيه سابق، يعني الحقيقة دي اشارة ان المسألة مش مسألة كرة قدم. يعني خلينا كرة القدم، ما فيش من العالم كله مهتم بكرة القدم، العالم كله بيعتبر لاعب كرة، انما برضه في المقابل بيكون فيه اهتمام للالعاب اللي هي الفردية، لان دي هي بالفعل اللي بتحقق انجازات. يعني هو فريق كرة القدم كاملا بكل هيحقق ميداليه واحد، لاعب واحد ممكن يحقق صحيح كذا ميداليه من الذهبيه مرورا الى باقي الميداليات. في الحال الاهتمام بالالعاب الفرديه ده عزف على وتر. الحقيقه كنا دائما ما نسمع يعني لحن الحزين ان احنا يا جماعه احنا فين، ما فيش اهتمام، ما فيش كذا، انما لما الرئيس يوجه بكل الامكانيات لهؤلاء اللاعبين، التدريب، الاهتمام بيهم بشكل شخصي حتى باسرهم، لما يقول للبطله الجميله صاحبه الذهبيه ان والدك والدتك هيحجوا وانت كمان، ده يعني ده حقيقه شيء، يعني خلينا نحط الامور في مقاييسها الطبيعيه. صحيح. دي رسائل، مش مجرد ان هو يعني اهتمام بشخص او لا، ده اهتمام بقطاع كامل اللي هي الرياضات الفرديه اللي هي اساس حصد الميداليات في كل بطولات العالم. صحيح.